أهلا وسهلا أصدقائي بحلقة جديدة من مادة العلوم. ذكروني نحن كنا عم نحكي عن شيء بالحلقة الماضية وهيدا شيء كتير مهم، شراب سري بيساعد العظم طبعنا ينمى أقوى ونصير أقوى وصحي أكتر، العظم يصير صحي وقوي. شو منشرب؟ نحن قلنا حكينا عن أهمية الحليب ميلك، قلنا إنه ضروري لازم كل يوم نشرب حليب لحتى نقوي العظم تبعنا، وأخذنا كمان تتذكروا هودي شو قلنا؟ هيدي مثل المصل وهودي مثل العظم. طلعوا كيف رح حطها على إيدي، هيدي إيدي، العظم بيجوا بهالطريقة، وعندي أنا المصلز هون مثل ما رح حط هلا البالون. ولما أنا أعمل سبورتس exercising مثل ما شفنا صديقتنا بالفيديو، بنصير نعمل هيك 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 بهالطريقه. شو عم نعمل؟ عم نمرن العضل تبعنا، بينما العضل بصير اقوى. اليوم اصدقائي بدنا نحكي عن اقسام الاكل، كيف فينا نقسم الأكل؟ تتذكروا أخذنا نحن بالموسم السابق The Food Pyramid، الهرم الغذائي. أنا عندي سؤال لإلكن اليوم، طلعوا بالسكرين، عندي هيدي الوجبة شو في بقلبها؟ في عنا رايس، في عنا chicken vegetables، عندي وجبة تانية رح فرجيكم إياها، هيدي المي مع الفيجيتابلز، عندي هون رايس، بس رايس. أيها الوجبة الصحية أكتر ومتنوعة أكتر يلي أنا لازم أكلها؟ كيف فينا نعرف؟ يمكن أحسن ناكل بس نوع واحد، أو لا أحسن يكون فين عم ناكل من كل أقسام الأكل. الأفضل دايماً كل يوم لما نحن عم ناكل وجبتنا الأساسية لازم تكون وجبتنا متألفة من كل أقسام الأكل. طيب إذا هيك يعني نحن لازم نعرف كيف بيتقسم الأكل، شو هن الأقسام المختلفة، وقدي لازم أكل من كل قسم. تعالوا نشوف سوا Our Food Pyramid وتشوفوا كيف مقسمين أو مقسم الأكل. عندي هون، عندي البريد، الخبز، توست، عندي كل الحبوب وكل الأطعمة يلي بتكون مؤلفة من حبوب قلن سيريلز، عندي هون رايس، وكمان في حط بهيدا القسم في حط بوتيتو يلي هو البطاطا. هيدا القسم اذا بتشوفوا هو اوسع شيء، اكبر شيء، يعني لازم اكل منه اكثر شيء. كرمال هيك نحن دائما بده يكون في خبز او بده يكون في رز او بده يكون في حبوب عم ناكلها، هودي اساسيات ولازم ناكلهم دائما. بنرجع بنطلع عندنا جروب يلي بعده، هذا الجروب فيه شغلتين، طلعوا عندي vegetables، عندي fruits، عندي grapes، tomato، oranges، mango، هودا كلهم مع بعضهم بيجوا دغري من بعد هذا الجروب. إذا بتشوفوا هن أصغر شوي بس كمان كتار، يعني لازم وجبتنا دايما يكون فيها كتير خبز، رايس، سيريال، سباجيتي، بوتيتو، ومن بعدها لازم يكون في شيء كتير مهم يلي هو مثل السلطة يلي نحن بنعملها، بتكون مؤلفة من خضرة ولازم ناكل فواكه فروتس اند فيجيتابلز. من بعدها شو عندي؟ هون عندي أنا قسمين رح أقسمهم اثنين، عندي eggs وعندي milk، رح أحطهم مع بعض eggs and milk. وبقول أنا كلمة بالإنجليش هي dairy products، شو يعني؟ يعني كل مشتقات الحليب، جبنة، كل شيء بنعمله من الحليب. عندي حليب بيض، في يحطهم بجروب لحالهم، في يحطهم هون مثل ما حاطينهم مع الفيش، عندي chicken وعندي meat، لحمة ودجاج والسمك. هودا إذا بتشوفون كتير فيهم مغذيات لجسمنا، بيجوا دغري من بعد الفيجيتابلز والفروتس. واخر شيء عندي فوق، طلعوا شو هولي؟ كانديز، كل شيء معمول من السكر،
كل شيء معمول أو فيه فاتس، يعني فيه دهن وفيه زيت، إذا بتشوفه هو أصغر جروب فوق لازم ناكل منه أقل شيء. يعني إذا بتشوفه هون مثل ما عنا، أكتر شيء لازم يكون عنا من هيدا الجروب بيرجع من هيدا الجروب بيرجع من هيدا الجروب، وأقل شيء بناكل كانديز، فاتس، أويلز. وفي شيء كتير مهم ما لازم ننساه أبداً، طلعوا شو عندي تحت، حطيتهم تحت لفرجيكم قديه مهمين، هو إنه نشرب مي. Drinking water is very healthy. جسمنا مؤلف، كمية كبيرة من جسمنا هي مي، والمي بيساعدنا حتى تكون صحتنا منيحة. إذا بتتخيلوا أنتوا قاعدين وقت طويل بلا مي، شو بيصير بجسمكم؟ حتى لو عم تاكلوا مش منيح للصحة أبداً. فإذا ما تنسوا المي، جروب 1، جروب 2، 3 and 4 and 5. تعالوا نكتبهم على البورد حتى تشوفوهم مزبوط. إذا عندكم أنتوا ورقة وقلم فيكم ترسموا معي. رح أرسم هلا أنا تراينجل، هيدي فود بيراميد، كم قسم رح أقسمه؟ مثل ما قلنا عنا هون drinking water لحتى لحالة لأنها كتير مهمة، أول قسم قلنا نحن أكتر شيء لازم ناكل منه عنا cereals، bread، rice، عنا potato كمان، كلهم بيجوا بأول group. This is the first group. هلا group يلي بعده شو منحط فيه؟ شو كان عنا هونيك؟ fruits and vegetables. هيدا الجروب الأساسي. تاني بحط فيه هون fruits and vegetables. بيرجع عندي من بعدهم شو شفنا هونيك؟ عندي أنا كل المواد المشتقة أو كل المأكولات يلي منجيبها نحنا من الحليب، مثل التشيز، الجبنة، في عنا البيض كمان، هودي رح حطهم بجروب لحالهم، مش مثل ما عملنا تحت، رح حط هون ميلك، تشيز، وعندي كمان كل الديري برودكتس. من فوق جروب، اخر جروب قبل ما نحط الفاتس هون، بنحط تشيكن، ميت، لحم، دجاج، وعندي فش. واخر شيء اقل اكل لازم ناكل منه، اقل قسم او جروب ناكل منه هو الفاتس والاويلز. فاتس كل شيء فيه دهن، وهون اويلز، سويتس، كل الحلويات. طيب شو اكثر ماكولات فيها فاتس؟ منقلها جانك فود. جانك فود هي المأكولات اللي بناكلها بالريستورنتس، مثل لما نجيب برجرز بيكون فيهم تشيز، بيكون فيهم البطاطا المقلية، هودي كلهم جانك فود، بيجي مثل ما حطينا آخر جروب هون، أقل جروب لازم ناكل منه. لازم يكون طعامنا أكتر مثل ما قلنا، عنا أول جروب سيريالز، بريد، رايس، تو، فروتس أند فيجيتابلز، 3 milk, cheese and dairy products, 4 chicken, meat and fish, 5 يلي هو أصغر شيء fats, oils and sweets. وبتعرفوا شو رح حط كمان على الفود بيراميد؟ تعرفوا شو رح اكتب؟ شو حطيت؟ exercising. exercising يعني التمرين. حتى تكون صحتنا
تمام ونكون قوية and healthy, strong and healthy. لازم نكون عم ناكل أكل صحيح ولازم نكون عم نتمرن. ما تنسوا 5 groups. خلونا هلأ نتوقف لفترة صغيرة نسمع أغنية حلوة وأنا برجع لكم بالفقرة الأخيرة. I have a plant, I have a plant, I water it every day. I make sure it has all the light it needs. Oh, wait! Before we proceed, I shall never forget to keep it in good soil that has provided it with all the nutrients since it was a small seed. أصدقائي، تعالوا نشوف مع بعض كل جروب شو أهميته. هن بيتميزوا عن بعض. عندي أنا fats, oils and sweets بيعطونا energy، بيعطونا طاقة وقوة لحتى نتحرك، لحتى نفكر ونعمل شغلنا. كمان bread, rice, cereals كمان بيعطونا energy. عندي أنا fruits and vegetables، هن مليانين فيتامينز ونحن بحاجة للفيتامينز. الفيتامينز بخلونا نكون أقوى، healthy, strong، وشو كمان بيعملوا؟ بحاربوا الأمراض، بخلي جسمنا يكون أقوى تيحارب الأمراض. فإذا هون رح حط rich in vitamins. أما عندي chicken, meat, fish وملك، هودي كلهم شو بيعملوا؟ بيخلوا جسمنا ينمى بطريقة صحية وقوية. فإذا هودي two groups help the body to grow and be strong، ويكون قوي. ما تنسوا كل وجبة لازم تكون عم تتألف بشكل متوازن مثل ما اتفقنا هون. أكتر شيء عنا cereals, bread, rice, fruits, vegetables, milk, cheese, dairy, chicken, meat, fish، وآخر شيء أقل شيء لازم ناكل sweets, oils, fats. خلص وقتنا، بدي ودعكن. خليكن عم تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وأنا بشوفكم بالحلقة المقبلة. باي. To be healthy, we should get a varied meal each day. We should eat vegetables, fruits, chicken or fish, bread, spaghetti or rice. We can eat jam too. We should never forget to drink water.